اتأخرتي ليه كده يا حبيبي؟ انا مش راضي انام غير لما تيجي انتي. كان عندي ميتنج مهم مع مخرج الفيلم الجديد، بحاول ارجع لحياتي الطبيعيه، يعني يمكن اعرف افتكر. طب راحه على نفسك عشان ما تتعبيش يا حبيبتي، لو في حاجه عايزه تفتكريها قوي يعني ساليني يمكن اعرفها. فعلا؟ طب انا وانت عرفنا بعض ازاي؟ كنت جاية تعملي كاستنج في المكتب اللي انا كتبته باسمك دلوقتي، دي كاستنج دي في الدنيا، حسيتش ان دي اول مرة اشوفك فيها، كنت متأكد انها مش تبقى اخر مرة. وايه اللي خلاك تحبني؟ انتي ما كنتيش جاية لوحدك، خطيبك كان معاكي وقتها، أمه كانت عيانة وكان محتاج فلوس بأي طريقة عشان يلحقها. شفت وقتها أنت قد إيه كان عندك استعداد تعملي أي حاجة عشانه، أي حاجة، بس للأسف أو من حظي عمل حادثة ومات. شفت قد إيه أنت تقدري تحبي، منيت إن الحب ده يبقى ليا لوحدي، بس ساعدتك وعملت كل اللي اقدر عليه عشان احقق لك حلمك. حبتيني وبقيتي دنيا الصياد، دنيا الصياد. انا حاسه ان انا دايخه شويه. هتبقي كويسه، هتبقي كويسه. انا همشي وهاجي لك بكره. تمشي وانت تعبانه كده؟ معايا سواق، ما تقلقش. تصبح على خير. انت من اهله. انا ما اتفقتش معاك على كده. موقف اتحطيت فيه يا باشا، لو كنت سبته حي كان بلغ اللي شغال معاه وما كانش طلع على نهار. طب اسمع بقى يا ديزل، انا دوري اللي انا حقق العداله، وانت دورك تساعدني، تساعدني وبس، مش تصفي حسابات. كانش قدامي حل تاني. ده مش حل يا ديزل، ده انتقام. ايوه انتقام، انتقام للبنت الغلبانه اللي ماتت بسببي وما عرفتش الحقها. لولا انها نسيت تليفونها كنا وصلنا لها. المهم انها اتقتلت. أنا مش رئيس عصابة عشان تبرر لي ولا هي خناقة في شارع، افهم، ده قضية ناس بتتاجر في دم البشر، نقوم احنا نعمل زيهم؟ ولما يطلع النهار أنا ليا كلام تاني. علي يا ابني بص لي هنا. أكيد كانوا موقفينه على حاجة وشالوها، بس مفيش حاجة اتحركت في المكان ينفع يوقفوه عليها. علي بيه. ها يا سيد. بص يا فندم، دي آخر حاجة سجلتها كاميرات المراقبة قبل ما يكسرها. ممكن تشوف الفيديو ده تاني؟ المجني عليه كان شغال مع راغب بيه.
لي هنا؟ امال فين ام حسام؟ بقولك يا حبيبتي، ما تعرفيش فين عصاية البيسبول اللي انا كنت اديتها لله يرحمه عشان يلعب بيها؟ هو ليه علي بيجي على بالك اليومين دول؟ يعني ناسية كل حاجة. فاكرة اسم علي؟ مش فاكرة العصاية اللي انا اديتها لك بعد ما الله يرحمه مات؟ اطلعوا خدوها. الو. ايوه يا ديزل. مين معايا؟ احمد مفتاح الامن يا ديزل. انا رحت اجيب علبه سجاير ولما رجعت لقيت الاستاذ راغب ومعاه كذا واحد كده خارجين من باب الفيلا، وكان معاهم الاستاذه بس كان شكلها تعبان شويه. وانت لقيت الموبايل فين؟ انا سمعته بيرن ومحدش بيرد. طلعت لغايه الاوضه فوق لقيت الشنطه مرميه على الارض والتليفون واقع جنبها. وفي ايه يا ديزل؟ مفيش حاجه. سلام يا احمد. الكلام ده حصل امتى؟ حصل امبارح بالليل. ما عرفتش هتقولوا ليه؟ لسه ما عرفتش حاجه يا فايز. اعرف منها كل حاجه من فوق. من فوق. اقفل يا باشا عشان ما تجرمش دقيقة. سبت
قلت لك الباب مفتوح عشان ما يصحش باشا زيك يقف على السلم. انت مين وعايز ايه يالا؟ يعني انا اقول لك يا باشا وانت تقول لي يالا؟ انجز. اسمي بدر الديزل، عايز اعرف خدت دنيا على فين. وما تقلقش يا باشا، الفيديوهات اللي معايا لا ابعتها للحكومه ولا ابعتها لراجل دي. بص يا روح امك، انت لا هتبعت فيديوهات لحد ولا هتنزل من هنا لحد ما اعرف حكايتك ايه. سيب اللي في ايدك ده وانزل على ركبك. يلا يلا تاني برضو. تمام. فايز عملت ايه؟ انا بعدت فايز عند اللي خلقه. انا بدر الديزل، عايز اشوفك راغب بيه. انا كمان، انا كمان. المفروض ان انت تبقى عندي دلوقتي، بس معرفش اتاخرت ليه.